لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يواجه المنتخب الوطني المغربي للسيدات نظيره المنتخب الجنوب أفريقي، وذلك في المقابلة النهائية لكأس أفريقيا. ويطمح المنتخب الوطني المغربي للسيدات في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه عندما يلاقي المنتخب الجنوب أفريقي في النهائي. ولن تكون المهمة سهلة على المنتخب الوطني المغربي للسيدات، حيث سيكون مطالب بتقديم مستوى جيد ضد المنتخب الجنوب أفريقي لحسمه اللقب القاري. وتقام المواجهة بين كلا المنتخبين اليوم السبت انطلاقا من الساعة 9 مساء بالتوقيت المغربي على أرضية المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، وذلك في المقابلة النهائية لمسابقة كأس أفريقيا المنظمة حاليا بالمغرب. للإشارة المواجهة بين كلا المنتخبين ستنقل على قناة بي إن سبورتس الثالثة بالإضافة لقناة الرياضية المغربية تي إن تي.